البئر الارتوازية، بئر تقوم برفع المياه الجوفية إلى السطح دون استخدام مضخة بتوافر مقدار مناسب من الضغط، ويطلق هذا المصطلح كذلك على آبار المياه بالغة العمق. إذا لم يصل الماء إلى السطح تحت ضغطه الذاتي ولكنه احتاج إلى الضخ، فإنه يصنف على أنه ماء تحت الارتوازي، ويكون أكثر الماء ساخنا عندما يصل إلى السطح بسبب ما امتصه من حرارة من باطن الأرض أثناء مدة اختزانه الطويلة تحت الأرض. في بعض الأماكن يكون الماء في حالة غليان عندما يصل إلى السطح، وفي العادة يحتوي على أملاح معدنية، وبعضه يحتوي على قدر كبير من المواد المعدنية بحيث لا يمكن استعماله لسقاية الماشية. ونادرا ما تكون المياه الارتوازية متوافرة بكميات كافية لاستخدامها في ري الأرض. تسمى المناطق التي يمكن فيها حفر الآبار الارتوازية بالأحواض الارتوازية. تأتي كلمة ارتوازية من أرتوا، وهي مقاطعة بفرنسا، حيث تم لأول مرة حفر الآبار الارتوازية فيها في القرن الثاني عشر الميلادي.